بوه بالنسبه لتجربتي في اوروبا، انا قلت لك في العام عام 91 ولا 91 اللي روحت من ليبيا، الحمد لله بقيت بريود تاع شهرين ثلاثه في تونس وخممت باش نخرج. عملت فلوس في ليبيا؟ عملت فلوس ليبيا، عملت فلوس بيا بيا، خدمت بيا تجارة، خدمت بيا بيا فلوس، فلوس في ليبيا وقتها. حتى لو مش نرجع موضوع ليبيا، نرجع له شوية مثالش موضوع ليبيا، أنا أخذ في الكاسات الشرايط قبل نتاع المسجلة، كنت تعرفهم تعرفهم الشرايط تاع المسجلة ولا في ليبيا ما كانوش، هما ما كانوش موجودين، ما كانوش عندهم تسجيل. أنا هز في وقتها عندنا شكون يسجل في صفاقس تسجيل، نهز ب 3000 4000 شريط ناخذ فيه هنا ب 600 فرنك الشريط، نبيع فيها غادي ب 3000 3 جنيه. والشانجمون تاع وقتها في البرد هذيك شانجمون 3 جنيه يتبدلوا 4 جنيه. من بعد ما روحت مشيت لاوروب، قلت لك خذيت جيت خذيت فيزا 21 جور، مشيت لبراغ، مشيت لبراغ، هبطت في براغ، قعدت زاد في براغ، رسكيت في لاغار، في لاغار قعدت 3-4 جور في لاغار، غادي في براغ. من براغ خممت باش نخرج لالمانيا. المانيا باش نعمل انا ثم غادي واحد سوري يحرق، يحرق من براغ حتى لترزن، صراحه ترزن جاي على الفرونتير ما غادي نتاع. عطيت وقتها 200 دولار، عطيته 200 دولار حركني وصلني لترزن. من ترزن دخلت سامحني لبرلين، برلين فوالا برلين، بقيت 6 شهور في برلين، برسك 6 شهور 7 شهور. وبعد خممت باش نمشي، عندي عمي في فرنسا، حد خممت باش نمشي لفرنسا. وقت كنت ماشي لفرنسا خديت الترا، سامحني تسمع فيه اخويا، خديت الترا من شتوتغارت حتى الكال، من كال هبطت وخذيت الكار فانتيات، هبطت في سترانسبورغ، كانت على الفانتيات وقت الكار هبط على الكنال، على هبطت في سترانسبورغ. انا عندي وقتها اوراقي باسبور وساك، دخلت تما في لاغار سترانسبورغ، تما كاف اللوطا كان عندك فكره عليه، وفي الكوسينه هذاك تحط فيه الحوايج نتاعك، انا حبيت نحطهم في النيك. وبعد يجي عمي يهزهم على اساس يجي خارج مش عندي باسبور وراك راهو يعطوني يروحوا بيا، فهمتني. عملتها في الكوسينه غادي، خديت تيكي صغيره كما هيك فيها النومر فيها الشيفر وخرجت. انا خرجت في لاغارد تاع سراسبور وقال لي سي فوتر بابي، قلت له جيني بابي، قال عمل لي كميكا فركسوني وقعوا عندي البيين تاع الترا اللي داخل بها مش ستوتغارد، معناها كوم كان داخل من المانيا. عمل لي هكا رجعوني لالمانيا، كلموا جماعه كال جو رجعوني في كال، في كال هزوني على اساس وقفوني في الجيور. قالوا لي منين، قلت لهم مراكش، على اساس مراكش وقتها ما روحوش بهم، كان تعرف في البريود تاع حسن دي وقتها ما روحوش بالمراكش. انا قلت لهم مراكش، جابوا لي مترجم مروكي قال لي انت تونسي، فاق بي قال لي انت تونسي. اش حبيت نعمل انا، جاب لي فطوري وقتها، عملت بحذاي سوناري، سامحني بحذاي سوناري في الجيور، عملت سوناري كما كان جاني قال لي كاست تي في، قلت له جي سوي فا، قلت له جيمو تشي، جاب لي بلا فيها بوم دي تير وفيها ترونج جامبون تاع حلوف، قلت له جيمو جو باس، قلت له جيمو جي سوي مسلمان، قال لي جيمو فو حط لك البلا هذاك قداني وخرجوني. ومخرجوني لبرا غادي ما تنجمش تجيب لك الماكله في الجيور الداخل، هذه حقوقهم، حقوق الانسان عندهم، حقوق الانسان احترام، احترام مش كما هنا في تونس جبت ماكله لو على كسكروت، سامحني حتى لك مش نقولها، فهمت، غادي احترام، يحترمك ويجيب لك كرسي وما تاكلش في الجيور، يحطك لبرا. بون الاحترام هذاك ما تكلفلهم، مش تكلفلهم، تكلفلهم انا وقت استغليت الفرصه، انا وقت استغليت الفرصه فهمتني ولا. ووقت الفطور وقتها وقت جاب لي العشيه مع السبعه نتاع العشيه، جا وقتها السبعه نتاع العشيه تبدلوا عملي شانجمون، قعدت قرديه برك ونشوف الكلوارات كما هيك، المركز نتاعهم فيه كلوار هيك طويل والباب قدام نشوف فيه باب الومنيوم، وثم كلوارات منه ومن شفت انا ثم عون برك وقاعد يخدم على الدكتيلو وقتها نسمع فيه كل شيء، والباب محلول قدامي وانا حتى شلاك خليتها نحيت البلوزه وما تدخل غد. خرجت حافيان وهزيت الكار بلاستيك على اساس اللوج في الماء، هي الشيش ما بحدي الروبينيري امانيكم كو داز ما جازيت ما نعرفش، قلت كان فاق بيا، فاق بيا ما فاقش بيا معنا نتعدى. هزت الكار وخرجت حليت الباب فهمتني وخرجت، خرجت من المركز من الجيور السبعة متاع العشية ل 11 التعليل وانا نمشي نجري على مش عارف روحي وين ماشي، وقتها مش فاهم روحي وين ماشي. هذاك هو بسلامة ربي فهمت له، وصلت لسترانسبور، جاني عمي، عندي عمي غادي في فرنسا ربي يخليه وربي يبقيه، جاني وهزني معاه فهمتوا لا، وسرحت من غادي سرحت مشيت لمارساي وخدمت في مارساي، وقعدت برود نتاع 5 سنين في مارساي ومشيت للكورس وخدمت ولا بس. وكونت عملت فلوس؟ لا في فرنسا ما كونتش، ما في فرنسا ما كونتش خاطر ما جاتنيش الفرصه باش نكون. خدمت غادي شويه في فرنسا، في فرنسا ولا خدمت الاكثريه، خدمت في الفلاحه في الكورس، خدمت في الكورس في الفلاحه معناها البرتقال كلومنتين وبرشا برشا حوايج، وخدمت لي ريستوران في مارساي،
خدمت في ريستوران في مارسي في بولفار دي غومي يعني في لا غار سان شارل ولا في ري تابونا كان دار خدمت غادي في ريستوران بقيت فتره وبعد مشيت لما ساعدنيش مشيت ل مشيت دكش نعم ما ساعدنيش معناها حد ما مشاكل اي على الفلوس وقتها قديم شويه الحياه كي وقت كانت فرو ما كانش دور الحكايه قديم شويه نحكي لك انا معناها هذاك هو من بعد انتو لين شد فيه الوالد الله يرحمه توفى تو عنده عامين الله يرحمه شد فيه باش اروح يعني قال لي باش تروح ولا روحت جبت مغادي استفيت معي وروحت وعملت لهنا الدبار من ضحيت نجم نقول مستقبل غادي نجم يكون خير وروحت سمعت كلام رضيت والدي عندي امي وابوي شادين فيا ولازمك تروح ولازمك تروحك ما تخدش روحك غادي وما تخدمش هما يخدموا لهنا وقت الوالد لاباس به واقف يخدم بالباهي معناها يخدم بالباهي بالباهي يخدم في التجاره ابوي كان يخدم الكتروميناجي عنده مغازل الكتروميناجي عاد زيام يقولوا ويخدم مازلت توا مازلت ابوي توفى مشادين اختي قاعدين يخدموا غادي في الكتروميناجي وقاعدين شادين الريتم معناها نفس بالضبط عندي اختي زوج لاباس عليهم يخدموا لاباس تبارك الله عليهم وهذاك هو شدت تونس ولا شدت تونس وقت روحت ما عطتنيش فرصه في اوروبا شدت تونس عملت شويه جرو نخدم بالجرو بعد حليت مغازا في ولايتي اللي بوزيد في الرقاب قد جي 5 سنين هذا حياتي كامله. انت غادي في اوروبا اكيد تحت اكيد بتوانسه كيفاش كانت الظروف غادي احكي لي. والله العظيم بهين التوانسه وعندك الجزائريه الجزائريه بهين زاد الواقع انا تحت مره اون با في حكيت لك في فاز المانيا هذه اللي حكيت لك في كيل وقت في كيل وقت هربت من الجيور مشيت نلقى اتراك يخدموا وقت نلقى شبيلي تاك وحده تاع قمار الحكايه ثلاثه تاع الليل يعني نجري ما منش فايق روح نمشي دخلت المنطقه صغيره هيك نلقى فيها تراك يلعبوا في مشيت من السماء عرب قلت له سلام قال لي سلام بو قلت له قلت له مسلم تونسي تنزي الجيريا قال لي تركش اما قال لي يا الجيريا هم اللي هنا موجودين في البارتمون هذا قال لي استناني لحظه نوصلك مشي وصلني للجيري فرحوا بيا الواقع وبيتوني بالرغم من حكيت لهم حكايتي قلت لهم راني هارب برجولي حكوا لي كانوا رجال بيتوني دوشت اعطوني بدلت حواجي اعطوني فهمت لي وقت خرجت انا حافيان سلكتي خليتها بزور اعطوني في المواشي وبد نضربها حتى غدوة ساعة مشيو يخدموا خلوا لي فطوري في الدار ومشيو يخدموا خلوني في الدار معاملة هايلة مع الجيران اي خلوا لي فطوري في الدار كل مواشي ومشيو هما يخدموا خلوني في الدار خلي برا خلي بعد نكمل اجبد الباب وافطر اجبد الباب واضرب على روحك فهمتني والتوانسه باهيين يا خويا ثم سبحان الله ثم المغاربه ما نجمش شنو نفهم كي رجعت لتونس لهنا شنو كان الامور لاباس تهز وتحط تهز وتحط ما عطنيش كما نحب انا ما عطنيش كما نحب انا ما عطنيش ما لفنيش الحظ لا في تنجم تقول لا في خدمه لا في نساء لا في مراه لا فهمتني يعني تحب تقول تجربتك هذه الحياتية بصفة عامة ناجحة وشنو الحاجات اللي تنصح بهم اللي جون باش معاش يعمل التنجاح ينعطي ثم 30% 35% نجاح يا خاطر ما مشيتش على الريتم ما مشيتش بالرسمي ضاعت شوي على باختصار صعوبات كبيره وانا ضيعت فلوس وضيعت فلوس ضيعت فلوس عليه ضيعت فلوس ما لا يعني لا يعني ضيعت فلوس الواقع الحاجه الباهنه كلها انا نخرج نسهر ما عطيتش قيمه الفلوس انا ما عطيتش قيمه اللي ربحتها من ليبيا ولا من اوروبا لا الفلوس اللي ربحتها من ليبيا هذيك كاخرى هذيك بنينا بها ابويا بنينا بها واستغلها ابويا وقت احنا صغار وقت انا صغير انا وخوي مشيت على خاطر عندي خوي الاخر على وقتها نبعث الفلوس لبويا هو اللي قاعد يستغل فيها ابويا وقاعد يبني ويعمل فهمت لي في مشاريع الفلوس هذيك انا منعت تسمى منعت جيت منعت العائله هذيك الساعه اما من اللي خرجت انا مثلا للاوروب من اللي كبرت شويه ولات في الفان تاعي فان دي وقتها ما فلوس ما عطيتش قيمه انا ما عطيتش الفلوس قيمه وما ندمت بالطبع بتباع الواحد نشوف في عينيك انا وكانه تحب يعني ندم يعني بتباع ندم اخي انسان اي انسان يضيع فرصه يندم عليها اي انسان يضيع فرصه يندم عليها ما يندمش عليها ولا باس كما بلا باس حتى نخدم رجعت ونخدم ولا باس الحمد لله انا الحياه تستمر والحياه تستمر ومازلنا صغار ومازلنا نخدم ومازلنا ولا باس بارك الله فيك عايشك مغربي يا خويا عايشك.